واخيرا تجوزت؟ ايه والله. طب ما قلنا يا زلمه لو من ورانا مش قصة هيك، بس ما بتعرف كيف بيجر نصيبك. بفهم بفهم، بس ما خبرنا، حطنا بالصوره بس. ولا ببالي بال كان انا ما هيك لولو. طب هم سالنا عادل جوز رولا انه عزمونا على القليله يعني. ما عملنا عرس، ما عملنا عرس. ما كانت هيك يعني كثير سريعه. كان سؤال عادل، وين تعرفت عليها؟ ما تقول لي بالسهره اللي كنت فيها لما كنت لا بعرس جونفييف. لا لا وين تعرفت عليها؟ طيب وين تعرفت على بعجقة السير؟ وين؟ بعرف شيء ما بيتصدق، بس انه بعجقة السير؟ بعجقة السير، خبرهم حياتي القصة. هي شغلة كثير طبيعية هلا صار عم بتصير يعني. وين وين؟ طب قول لي فين؟ بصراحة كنت نازل من الشمال أنا. ايه نهار الأحد. مظبوط. نهار الأحد كنت نازل من فوق، وبتعرف نهار الأحد بتعجبك كثير. أكيد. عجقة السير. ايه على الكازينو. عجقة الكازينو. واقف السير. واقف السير. طلع نهار الأحد، طلعت على يميني. بلاقي رورو. شو حلو. تعرفنا على بعضنا، بتعرف هونيك عدنا شي ساعتين ثلاثة بعجقة السير. بالساعتين ثلاثة كنا درسنا أخلاق بعض. إيه. على معاملتين ميلت فوق يعني قبل الجسر تبع الملعب البلدي. إيه. كنا خلص يعني كنا حكينا بالموضوع وخطبطة. أنا كان عجبوني دغري أخلاقه وطبعه، خاصة طبعه كثير حبيته. درستوا أخلاق بعد منيح يعني؟ طبعاً. خلص كان صرت بعرفها من 20 سنة، بعرفها من 20 سنة صرنا بس. على أول انطلاقة يعني قبل ما توصل بعد عد بي، خلينا نعطي عد بي. عد بي بلشنا سيريس ريليشن شيب. سيريس ريليشن شيب. إيه. على انطلاقة هونيك واقف السير، قلت له خلص انزلي عادي معي. أنا هيك وقت حياتي 3 ساعات ونص أو 4 ساعات هيك شيء. إيه ما هذا الجسر عنط الياس هوني كان صار فيه أخذ والعطاء أكتر، وبتعرف يا صار فيه كيمستري بين بعض. تفضل. على جل الديب. جل الديب. على جل الديب كان هونيك يعني صار فيه أنه حست، صار بلشت بالوحام. ايه بلشت بالوحام. مزبوط. لما كونكو غلطان بالوقت وكذا، بتعرف لانه بتاخذ وقت على جسر يلي بيطلعك على النهر، اللي بيطلعك على اليمين هذا اللي بيطلعك على الاشرفيه. ايه هذا بيقولوا له جسر يعطيك العافيه. ايه رحت عليه في هذا خلصت رحت عليه. ايه هونيك كان خلق مين، جاد ولا كريم؟ لا حياتي كريم، جاد عساسين جبناه. مزبوط. ايه جاد عساسين. جاد هونيك وحدك عساسين. مظبوط. كريم على طلعة وجاد على عساسين. اثنين عندكم هلا ما شاء الله. مية وين دخلت؟ لا مية على اوتيل جو. مية مين؟ ها كمان بنت. ايه صغرنا صبيان وبنت. صبيان وبنت يخزن عين من طرابلس على حبيبي. فاكرين بالراوي؟ حبيبي انا مفكر الراوي اذا طلعنا طلعت حزمية اذا بدي اشوف اهلي. ايه ايه ان شاء الله بركي بكره ما بعرف. شو حلو. الف مبروك يا جماعة. ما بتعرف كيف تيجي هيك يعني الواحد كيف يهجم النصيب. صحيح. قربني.